والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. وقفة أخيرة مع رغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكم دينا وإيمان. والآن فمع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة، الطقس حار 31-24، الإسكندرية 29-23 مائل للحرارة، مطروح 28-21، بورسعيد 29-24، الإسماعيلية 32-23. ننتقل إلى السويس 31-22، العريش 30-22، طابة 32-24، شرم الشيخ 35-26، الغردقة 35-25. بالنسبة للأقصر 36-22، أسوان 37-25، الوادي الجديد 37-19، شلاتين 34-26، أخيرا حلايب 31-27. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.